اهلا بحضراتكم وحلقتنا النهارده من برنامجكم تعليميه اونلاين. يمكن لو رصدنا اكتر التجارب في الدول المتقدمه وتقدمها وخطواتها للامام، هلاقي احد هذه التجارب هي التجربه الماليزيه. التجربه الماليزيه قامت على بناء الطالب او بناء الشخصيه الماليزيه من خلال التعليم. بصوا للتعليم من وجهه نظر خاصه، اهم حاجه يكون في تعليم بشكل مستمر، لكن رصدوا برضو ان الدروس الخصوصيه كان ليها تاثير كبير جدا على الدخل بالنسبه لماليزيا، وحسوا ان دوت يكون هادر طبعا في تهرب من الضرائب خلال الدروس الخصوصية، وعشان كده بصوا ليه مكافحة الدروس الخصوصية، وده كان سبب من ضمن أسباب إن التعليم عندهم بدأ يتقدم وتطور. وطبعا ده اللي ركزت عليه في الفترة دي، وفي الفترة القادمة إن شاء الله هيكون موجود باستمرار وزارة التربية والتعليم أيضا ووزارة الشباب والرياضة والإعلام المصري في قناة مصر التعليمية بخصوص مكافحة الدروس الخصوصية. والنهاردة إن شاء الله هنكون معاكم في محاضرات اللي بتتقدم في مركز الجزيرة التعليمي، هنقدم لكم من خلالها بعض الأشكال اللي ممكن تكون داخل المحاضرة والأساليب العلمية في الدراسة. وزي ما حضراتكم شايفين دلوقتي انا قاعد جنب احد الطلبه داخل المحاضره. نتعرف بيك. محمود كامل. قول يا محمود كده، انت شعبه ايه؟ ادبي. طيب ماده الانجليزي كده بالنسبه لك صعبه ولا سهله؟ هي مش صعبه ومش سهله، يعني في حاجات بتبقى صعبه فيها قوي زي الجرامر والحاجات دي عايزه حفظ كتير، وفي حاجات بتبقى سهله فيها كتير جدا. طيب الحاجات اللي صعبه بالنسبه لك كده بتتفاعل مع المدرس وتقول له انا عاوز الجزئيه دي فاهمها لك، بتحاول تسال داخل المحاضره؟ طبعا كتير. ايه الاسئله اللي بتسالها؟ يعني القواعد اللي ما بتتفهمش قوي، حاجات بتبقى عايزه حفظ كتير، حاجات زي كده. يلا كده. Your brother think that global warming is a serious problem. You agree with him. يعني ايه global warming؟ الاحتباس الحراري. You agree. عندك حل تاني؟ صح. يو اجري تبقى ايه؟ ها؟ هتبقى اي اجري ويز يو. هنشيل يو ونخليها ايه؟ هتبقى ايه؟ اي اجري ويز يو. الناس اللي شايفه الموضوع صعب وبتضيع درجات سيتويشنز، ادي مواقف عمليه اهو. تاني، يور براذر ثينك ذات جلوبال وورمنج، الاحتباس الحراري، الاحتباس تمام كده؟ بسبب التلوث العادي والحاجات اللي في الجو دي بيحصل فيه درجة حرارة الأرض بتزداد، فبيحصل طبعا المناطق القطبية المياه بتذوب، بترتفع المياه في البحار في المحيطات، بتغرق المدن الساحلية. ده باختصار خالص يعني، تمام؟ فهنا قلنا إيه؟ بيقول لي يو أجري، خلاص قلت أي أجري وذ يو. الموقف اللي بعده، يور فريند تيلز يو ذات ذا إنجلش إكزام إز سو ديفيكالت، والعياذ بالله امتحان الإنجليزي صعب قوي. قال له يو ثينك إتس نوت ترو، أنت شاطر بتحضر هنا، هتبقى ساعتها تقول إيه؟ I don't agree with you. أو لا مش سامع. ها هتقول ايه بقى ساعتها كده؟ I think it is not true. الراجل ده بياخد الأسهل صح؟ I think it is not true. يعني أنا عايز دايما أتعلم situations. ها I think it's not true عكس الرأي. أو ممكن I don't agree with you. تمام. أو إيه كمان؟ ها اي كمان؟ I disagree. برافو عليك. I didn't agree. صح كده. I disagree. اوكي. طيب. موقف كمان؟ يلا. Yes. A tourist asks you about the next train to Luxor. Tell him there is one at 10 o'clock. دي فيها جرامر سنة كده هنتكلم في النهارده. حد بيسألك تورست، تورست يعني؟ بيسألك The next train القطار التالي to الأقصر. Tell him there is one. قل له إنه في قطار at 10 o'clock الساعة 10. هتقول له. Yes. The next train at 10 o'clock. فين الفعل؟ فين الفعل بتاع الجملة؟ The next train is. ها؟ أو يبقى leaves بس، يا إما is يا إما leaves. اتفضل كده قول. Is at أو leaves at 10 o'clock. تمام برافو عليك. بص يا جماعة هيريحنا الكلام ده كله في الجرامر. مواعيد القطارات إلى حد ما ثابتة صح؟
مواعيد القطارات والباص والحفلات السينما والكلام ده كل حاجات ايه لحد ما ثابته. فلو انا جيت مثلا قلت القطار بتاع الاقصر بيغادر الساعه 10 تقريبا شبه يوم الساعه 10 صح؟ يبقى دي بالنسبه لنا فاكت او هابت فاكت او ايه؟ يبقى ساعتها نخليها بريزنت سامبل. بريزنت يعني مضارع ايه؟ بسيط. هنقول ايه بقى؟ ها ذا ترين تو الاقصر، ذا ترين تو الاقصر يغادر. يعني ايه يغادر بقى؟ ليفز. يعني ايه ليفز؟ طب ليه حطينا اس هنا؟ مضارع عشان الفعل نفسه كلمه ترين مفرد صح؟ يبقى ذا ترين ليفز يعني يغادر. يغادر ات ايه بقى؟ ات 10 مثلا. ذا ترين تو الاقصر ليفز ات 10. او زي اسمك بقى لك ايه؟ ذا ترين از ات 10. از ات 10 تمام كده؟ طيب يبقى الاجابه سريعه كده ها، ذا ترين تو الاقصر ليفز ات 10 او از ات 10. بصوا اخذنا اهو ذا نيكست ترين تو الاقصر ليفز يغادر at 10 او is at 10 حتى بلاش كده كلوك. وصلت دي الاجابه؟ خدنا من نفس السؤال مفهوم. تاني انا بركز على الاسئله اللي بتجيب درجات كتير، سيتويشنز اللي احنا بنهملها وتضيع مننا. تاني كده السؤال اللي بعده، your friend asks you to go swimming tomorrow. يعني ايه go swimming؟ اذهب للسباحه. ولاحظوا كلمه جو بعدها فعل فيه ايه؟ اي ان جي. بات بات يبقى الكلام موافق ولا مش موافق على طول؟ يبقى لكنها بات. يو هاف ارينجد، انت رتبت. ارينج يعني يرتب. تو هاف لانش وذ يور براذر، صاحبك بيقول لك تعالى نروح البحر وانت مرتب مع اخوك تتغدى العشاء معاه، دينر يعني العشاء، هتقول له ايه؟ حلو، اي ام سوري اي ام بيزي، هناخد درجه كامله في الامتحان زي الفل. طب حد يضيف؟ اي هاف انذر ارينجمنت، عندي ترتيبات ثانيه. ممتاز، معلش اسمعها منك عشان تيجي في التلفزيون. يلا سوري اي هاف انذر ارينجمنت. يبقى سوري اي هاف انذر ارينجمنت. اوكي رايت. ها اتفضلي. اي ام هافينج. شكلها قرت الدرس ده شويه كده، فطبعا بتفكر بحاجه ثانيه صح. اللي عايز نقوله بقى ان انا لما اشوف كلمه ارينج، وهناخد الجرامر دلوقتي، لما تشوف كلمه لا مش السمع اللي ورا، كلمه ايه؟ ارينج يعني لما تلاقي كلمه ارينج تستخدم بريزنت كونتينوس. بريزنت يعني مضارع يعني ام او اذا او ان وفعل فيه تاني. لما الاقي كلمه مش سامعكم، كلمه استخدم بريزنت كونتينوس مضارع بيتكون من. طيب حلو قوي. لما اقول بقى انا هاخد غدا، ده لانش مش دينر بقى، انا هتغدى مع اخويا، انا هتبقى اي. هنبدا الاول اتاسف لصاحبي، هقول له انا اسف، هقول له سوري. حلو قوي كده سوري، مش لازم ايه اي ام سوري. ماشي. او بس لك ايه اي ويش اي كود، كنت اتمنى اي ويش اي كود. تمام اي ويش اي كان يا ريت، بات ولكن قلت هنا، يبقى دي ممكن اقول لك اي ويش اي كود، دول معناهم ها كنت اتمنى وراح قايل. لو هنا هقول كلمه ايه بات، يبقى ممكن ابدا بكلمه سوري او كلمه اي ويش اي كود بات، وراح قايل بقى مضارع مستمر. مضارع احنا اتفقنا ام او اذا وايه. طب لو خدت اي اي ام هتبقى اي ام، والفعل كلمه هاف هنا بمعنى ياكل ولا بمعنى يملك؟ لا هو انا حط الغداء في جيبي يا جماعه، يقول لك اي هاف لانش يعني ياكل، يعني ايه؟ تبقى ساعتها اي ام اي ام ايه؟ هافينج. اي ام ايه؟ مش ام بعدها فعل في اي ان جي، هاف احط لها بس نشيل الايه في الاخر صح؟ تبقى ايه؟ ها؟ هتبقى اي ويش اي كود بات اي ام هافينج، اي ام هافينج، اي ام ايه؟ هافينج لانش وذ ماي. يور ولا ماي؟ يبقى ماي براذر. يبقى الاجابه الثانيه كده سوري اي ام هافينج لانش وذ ماي براذر، او اي ام سوري، او اي ويش اي كود بات I am having lunch with my brother. احنا خدنا ليه I am having؟
عشان كلمة ايه؟ arrange. تمام كده؟ طيب هننتقل دلوقتي للسؤال الاخير كده. your sister tells you that. اختك بتقولك that prices يعني الاسعار. اكتبوا الكلمات. prices يعني ايه؟ الاسعار. are going up. go up يعني بتعلى. عكس كلمة go ايه؟ down. عكس كلمة down. طيب all the time الاسعار بترتفع طول الوقت. you couldn't agree more. هسمعك انت هناك اخر واحد لما قلنا كلمة you couldn't agree more هتجاوب تقول ايه بموقف زي ده عشان تطلع استفدت بحاجة؟ هتقول ايه؟ ها؟ لا بص كده. your brother tells you that I agree with you. ماشي. او ممكن اسأل كنت تعمل ايه؟ اشيل كلمة you واخليها تبقى الجملة I couldn't agree more. تاني كده I couldn't agree more. يعني بقى I couldn't agree more يعني اتفق تماما معك. تمام. اتفق معك ايه؟ تمام. يعني موافق على الكلام ده. تمام كده. اوكي تمام. I couldn't agree more. خدنا من نفس السؤال يا جماعة عشان تبقى الجملة اسهل. المصدر الجزء بتاع الجرامر بقى. نعم. بصوا يا جماعة يو بقت ايه؟ I couldn't agree more معناها اوافق. وما زالت لقاءاتنا مستمرة معاكم مشاهدينا. تحب ان نتعرف بيه كده؟ اسم عبد الرحمن حسني. محمد خالد. قول لي يا محمد انت هو عبد الرحمن كده عرفت المركز ازاي؟ احنا كنا اعضاء هنا يعني في النادي وكنا جايين في يوم فقالوا لنا ان في دروس للثانويه فجينا اول اسبوع كان مجانا فجينا ولقينا مدرسين حلوين فجينا بعد ثاني اسبوع بقى لما لقينا مدرسين حلوين يعني وكده. طيب لما عرفتوا مكان المركز وعرفتوا المحاضرات اللي بتقدمها يعني بداتوا تكلموا اصحابكم في نفس المرحله العمريه؟ بدانا نقول لهم في مدرسين كويسين بيجي على التلفزيون وكده مدرسين اعلى مستوى فقلنا لهم تعالوا فقالوا لنا ماشي. طيب بما انك انت شفت المدرسين على التلفزيون لما شفتهم دلوقتي قدامك بقى لايف وبدات تتفاعل معاهم على الحقيقه ده اثر معاك؟ طبعا اثر معايا حاله نفسيه. طبعا. ويعني كفايه المدرس مثلا بيقعد يتشاور معانا مش حفظ وخلاص يعني بيقعد يتكلم معانا ويقول لنا على يسالنا السؤال واحنا نقعد نتكلم معاه عادي. بس اللي هنا خبرات المدرسين مش بتعاوزه تحفظكم فقط لغير زي ما كان بيحصل زمان كده الموضوع اتنقل انت بتفهم بتحاول تبحث. لا المدرس هنا يعني لما بتيجي المدرس بيبقى قصده كله اللي هو يفهمك ما بقاش خارج عشان يحفظك وخلاص. حتى مدرس علم النفس لما كنا قاعدين قال لنا انا مش عايزكم تحفظوا كله لازم تفهموا عشان تعرفوا تحفظوا. ماده اللغه الانجليزيه محتاجه شويه حفظ ومحتاجه شويه فهم. قول لي كده مشكلتك في الانجليزي مع الانجليزي هل في الجرامر هل في بعض الكلمات الصعبه؟ وهل طبعا الجرامر يعني مش صعبه قوي بس هو اكيد في الباراجراف شويه يعني في برضه حاجات يعني وحفظ القصه كتير ولسه هنشوف ان شاء الله المدرس يعني. القصه السنه دي هتحفظوها ولا هتبتدوا تفهموا القصه عباره عن ايه وتبتدي تعمل كومنت بطريقه معينه؟ احنا لازم نحفظ نفهم احداثها عشان نعرف نعبر بالكلام يعني نحفظ الكلمات والمدرس يشرح لنا احداثها عشان نعرف نكتب بقى. هنشتغل جزء الجرامر بقى. بصوا يا جماعة الدرس بتاعنا بيتكلم على فيوتشر فورمز أشكال أو صيغ المستقبل. ركزوا كده صحصحوا شوية فورمز صيغ أو أشكال of the future أشكال المستقبل. لما احب مثلا اعبر عن شيء في المستقبل بستخدم what tense. ايه الزمن بستخدمه؟ الزمن future simple صح future او future continuous او future perfect future. لما احب اتكلم عن المستقبل بستخدم مضارع بسيط ينفع؟ ايوه ينفع استخدم مضارع بسيط او مضارع present continuous صح او مضارع تام present perfect. يعني قصدي اقول ان في كذا زمن ممكن استخدمه عشان اعبر عن مين؟ عن المستقبل. عشان اعبر عن المستقبل ممكن استخدم فيوتشر سيمبل. يعني ايه فيوتشر سيمبل؟ مستقبل ايه؟
ما تناموش مستقبل بسيط. طب المستقبل البسيط بيتكون من ايه بعد الفاعل؟ يعني لو عندي فاعل بسأل كلمة ويل، كلمة ايه او كلمة شال، ويل او ايه؟ طب ويل او شال مش دي افعال ناقصة مودال فيربس؟ لازم بعدها مين؟ مصدر لازم بعديها. يبقى المستقبل البسيط بيتكون من ويل او شال زائد the future simple tense is formed of will or shall plus the infinitive زائد مين؟ المصدر. تمام. طيب انا عندي ويل وعندي شال، تفتكر بستخدم ويل امتى؟ هنستخدم ويل دلوقتي مع ست حاجات نحفظهم عشان لو جات جمله في الامتحان ولقيتها واحده من السته يبقى استخدم كلمه وانا مغمض، استخدم كلمه مين؟ تعال بصوا كده، بيقول لي simple future المستقبل البسيط بيتكون من مين؟ ها، من ويل زائد المصدر. ويل زائد ايه؟ طيب امتى بستخدم ويل؟ واحد quick decision، مع بعض هنحفظ وهنسمع quick ايه؟ يعني ايه quick decision؟ مش سامع. قرار سريع. قرار ايه؟ دلوقتي حد جاي بيقول لي ايه؟ على فكرة صاحبك احمد وقع من فوق الكوبري، عايز اتخذ قرار سريع دلوقتي، اقول ايه؟ هنروح له صح؟ يبقى ايه؟ وي ايه؟ وي ايه؟ ويل. وي ايه؟ يبقى اخدتوا كلمة ويل يا جماعة عشان انتوا قررتوا في نفس اللحظة، قررتوا في نفس ايه؟ تمام كده؟ يبقى كلمة quick decision is to decide at the moment of speaking، بتقرر في نفس لحظة ايه؟ الكلام. انت طبعا انت مخليني بتكلم عربي كتير والحلقة هتبقى في التلفزيون، واو، وبعدين تشوف الناس لك ايه ده بيتكلموا عربي كتير يا عم، ما انا غصب عني انا عايز افهمكم. تمام. انا في حتى في الحلقات يعني بحاول يعني ايه يعني كده وكده عشان الناس تتفرج، لكن هنا انا ما يهمنيش تلفزيون، يهمني انتوا تفهموا بجد. فانا بقول تاني المستقبل بسيط ويل او شال زائد مين؟ المصدر. بستخدم ويل امتى؟ لما يكون عندي قرار سريع اللي هي كلمه ايه بقى؟ كويك ديسيجن. زي ايه؟ حد بيقول لك ايه؟ Do you know that our friend علي is ill؟ جيت بقول لك ايه؟ عارفه ان صاحبتك منال عيانه؟ ما كنتش تعرفي. انا هزورها تبقى ايه؟ اي، وسمعيني. قول يا بابا ها؟ اي. يا سلام، بتقول لك ايه؟ اوه نو، سيبك كده. قالت لك اوه نو، يعني يا خراب صح كده ها؟ اي ويل ها؟ اي ويل فيزيت منال بقى تهم زي بعض يلا. مركزي على علي. يبقى اوه نو، اوه ماي جاد. I will visit her. I will visit her. يهمني كلمتين، أنا كلمة will زائد المصدر يعني هزور. تمام. فهنا قلنا له إيه؟ أنت تعرف إن صاحبك علي is ill، مريض؟ قال لي oh no I will visit him. خدنا كلمة will معها المصدر عشان تعبر عن قرار quick decision. فالتاني قال لك إيه؟ موقف تاني، somebody is at the door، حد كده جاي بيخبط على الباب بيدوس الجرس، هنطنش نسيبه لبكره؟ هنعمل ايه؟ تروح سيادتك مثلا، بابا مثلا جاي من بره، دايما بابا جايب لك حاجه معاه. تمام. بابا رن الجرس بره، فانت عارف ان ده بقيت بابا، قلت اخواتك لا اي ويل اوبن، انا اللي هفتح. تبقى ايه؟ اي ويل اوبن. اي ويل ايه؟ اوبن. انت اتخذت قرار ايه؟ سريع. طيب التليفون بيضرب، ها بنطنش احنا ها؟ كلنا بسم الله ما شاء الله. تمام؟ يبقى ساعتها ايه؟ I will answer. I will ايه؟ يبقى لاحظتوا كلكم بتتخذوا قرار في نفس اللحظة. I will answer. تمام؟ يبقى ويل ومين؟ والمصدر. يبقى بيقول لي the phone is ringing. يا أستاذ the phone is... التليفون بيضرب. رد رد. تبقى ايه؟ I will ايه؟ I will answer it. I will answer it. ده كان أول استخدام لكلمة will. طب نكمل. طيب هنا برضو انت لسه برضو مع كلمة ويل. انت سيادتك قاعد مثلا في المطعم وجاي لك مثلا الراجل اللي هو ايه بقى في المطعم، المين دايلوج؟ مين اللي بيجيني؟ ويتر. صح، ويتر يعني ها اهو جرسون. النادل باللغة العربية. الراجل بيقول ايه؟ What would like to have مازال؟ تحب تاخد ايه سيادتك؟ صح. تمام. هتقول له ايه؟ سيبيني بقى نايم كده، كبر دماغك عنه، ولا تقول له انا عايزه كذا؟ بتتخذ قرار صح؟ على الاقل مرتبه في دماغك الموضوع. هتقول له ايه بقى؟ I will ها I will drink something. I will have something. I will have a cup of tea. يعني عايز كوب من ايه؟ من الشاي.
يبقى حتى لو موقف زي كده اتخذت قرار ايه سريع. I will have a cup of tea. هنا بيقول لي ها what would you like to have for a drink sir. تحب تشرب ايه؟ What would you like to have for a drink sir. قال لي ها كاستمر الزبون سيادتك I will have orange juice. I will have orange. 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 Orange juice. Okay? Yes. طيب. تاني حاجة بقى. ها. Prediction. Prediction يعني ايه؟ تنبؤ. احنا بنتكلم على استخدام كلمة will. اسمها كلمة مين؟ will. احنا قلنا ان will بتعبر عن مستقبل. بسيط مستقبل. بسيط. بتكون من مين؟ will ومين؟ او شال وايه؟ بس احنا بنناقش كلمة خدنا ويل مع ايه في الاول قرار كويك ايه ديسيجن تاني حاجة مين بريدكشن تنبؤ يعني بكرة مثلا مش عارفين الجو هيبقى شكله ازاي صح فراح اقول لي ايه في البريدكشن اي بريدكت يعني ايه اي بريدكت اتنبأ اي بريدكت ذات ويل رين تومورو هتمطر بكرة انت ما عندكش دليل هنرجع لها بعد كده تاني اي بريدكت انا اتنبأ الاهلي هيلعب مع الزمالك والجماعه الاهلاويه يقول لك ايه الاهلي هيفوز ضامنين انتوا ضامنين طبعا مش ضامنين طبعا يبقى الاهلي ويل ايه ويل وين الاهلي ويل والزمالك ويل الناس دعوه يا عم انا عايز اروح يبقى ويل وين ويل ايه لوز بمعنى يفوز او ايه او يخسر صح طيب طيب اي ثينك اور تيم ويل سكور ا جول شايفين لا فريقنا بيلعبوا كويس فقلت ايه اظن اي ثينك يعني اظن فريقنا هيسكور يعني سكور هيسجل صح I think our team will score a goal هيسجلوا ايه هدف طيب in my opinion ده رأيي in my ايه opinion في رأيي our class will win the reading competition our class يعني الفصل بتاعنا win يعني ايه يفوز reading competition مسابقة القراءة مسابقة ايه واحد بيقول لي انا في رايي الفصل بتاعنا هيفوز بمسابقه القراءه نعم نعم ما احنا نعم ساعه كده اظن فريقنا هيفوز بمسابقه القراءه يبقى ده مجرد تنبؤ ولا تاكد تنبؤ ولا تاكد يو اول كلكم ار فيري كليفر كلكم شطار جدا يا ترى يو ويل ولا يو ار جوينج تو جوين مثلا ذا فاكولتي اوف ميديسن You will ولا you are going to ده مجرد رأي أنا الرأي يا جماعة يبقى كلمة يبقى كلمة إيه ها يبقى خلاص هنرجع لها تاني في التنبؤ عشان ندرسها مع مين مع be going to دلوقتي احنا خدنا حاجتين quick decision ومين وكلمة prediction يعني تنبؤ طب ايه الكلمات اللي بتشوفها بتختار على طول كلمة will ها قال لي كلمة think think يعني يعني جملة فيها كلمة think اختار كلمة سمعوني will او اختار كلمة او في كلمة expect expect لا استنى هرجع لها تاني هرجع لها لا في كلمة مين expect expect يعني ايه لا الناس مش عارفة معنى الكلمة expect يعني ايه يتوقع صح طيب لما اكون متوقع يبقى متأكد يبقى كلمة مين؟ ويل كلمة ايه؟ كلمة هوب هوب يعني يتمنى كلمة شور لا ده بنقولها كده ايام شور يعني كأن التحسين للموضوع بس مش تأكد تاني probably يعني probably احتمال probably يعني ايه؟ احتمال يبقى تأكد؟ لا كمان كلمة perhaps يعني ايه perhaps؟ ربما perhaps يعني ربما almost تقريبا certainly بالتأكيد predict يتنبأ هرجع لها حاضر اي كلمه في دول يا جماعه اي كلمه في دول بختار كلمه وين بختار كلمه مفهوم فاهمني لو شفنا وهنطبق الكلام ده عملي لو شفت كلمه من دول بختار كلمه وين طيب بعد كده نروح اللي بعدها بص بقى بنستخدم رقم 3 بقى مع فيوتشر فاكت حقيقة فين؟ في المستقبل يا جماعة مع العمر أي حد بتقول سنه كذا جات في الامتحان تحط كلمة ويل يعني إيه؟ هتقول لي مثلا أنا هيبقى عندي 17 سنة الشهر الجاي هنترجمها إزاي؟
I will be. I will be. ها 17 next month. بص بقى كده قال لي ايه؟ بيتكلم عن عمره وفي المستقبل. الشهر الجاي ان شاء الله بالظبط هيكمل 17، دي حقيقة. ساعتها قال لك ايه؟ ها I will be. استخدم حاجة غير كلمة will؟ يبقى لما اتكلم عن الزمن او اتكلم عن العمر بستخدم will، بستخدم كلمة will. رجعوا لي تاني انتوا في الجزء بتاعكم ده، احنا خدنا will مع كام حاجة؟ لغاية دلوقتي ثلاثة. ايه وايه بقى؟ كويك ديسيجن وبريدكشن، ودلوقتي لما اتكلم على عمر حد ساعة كده احمد هيبقى عنده 20 سنة الاسبوع الجاي. ها will be ها 20، احمد will be 20 next week. اتفضل. تمام، كلمة تيرن، برافو عليك. ما أنا لما أقول هبقى كذا يبقى مش بس كلمة بال، في كلمة تيرن تي يو ار ان. تمام كده؟ برافو عليك، ثانكس لوت. طيب إيه كمان؟ بصوا كده، سلمى ويل بي، عشان في عمر أهو 8 years old next month. كمان هاو أولد ويل يور يونجر براذر بي، أدي ويل ويل مصدر. اخوك الصغير هيبقى عنده قد ايه في شهر 6 الجاي؟ وصلت؟ لما نتكلم عن العمر يا جماعه عن اي حد في السن بحط كلمه ويل. تمام. طيب اربعه، اوفر. اوفر يعني ايه؟ عرض. بعرض عليك حاجه، ممكن مثلا اشيل لك الشنطه، افتح لك الباب، اغسل لك العربيه، يبقى كلمه مين؟ ويل. طب اعرض علي حاجه سيادتك كده. اي ويل. ها I will help you. I will help you. Thanks a lot. ممكن can I help you؟ انا عايز كلمه مين دلوقتي؟ عشان ده ايه؟ اوفر. عشان ده اوفر، عرض. ساعه كده قالت لي كلمه ايه يا جماعه؟ I will help you. I will help you. اعمل لنا اي عرض كده سيادتك. ها I will study. ده مش ايه؟ ده مش عرض. عرض ده حاجه. ها اذا كنت study for me ماشي. I will borrow for your money. ده انت كده بتاخد مش تديني، ده عايز تستلف مني فلوس يا جماعه. ده طاقة طمع. يبقى ايه؟ I will help you. I will carry the bag for you. I will open the door for you. انا شايل شنطة ومش قادر امشي، فستك قلت لي هفتح لك الباب. ها؟ I will open the door for you. Thanks a lot. تمام؟ شفتوا هنا كده؟ في الاوفر برضو واحد بيقول لي ايه؟ زي ما كانوا بيقول لك كده بقى ايه؟ حد مثلا عايز ها؟ يستلف فلوس او عايز يشتري حاجه وقلقان جدا، فانا قلت له ايه؟ ما تقلقش، don't worry I will lend you some money to buy that shirt. راح اشتري قميص او تشتري مثلا تبلوزه ومش معاك فلوس كفايه، حد من اصحابك كويسين يعني، قالت لك ايه؟ I will lend يعني يسلف، lend يعني ايه؟ الماضي بتاعها lent، وعكسها كلمه borrow يعني ايه؟ يستلف، borrow يعني يستلف، ولند يعني يسلف. تمام كده؟ طيب I will go shopping with you if you like. رايح اعمل شوبينج، واحدة من صحابتك تقول لك ايه؟ او واحدة من صحابك ها؟ واحد من صحابك يقول لك ايه مثلا؟ انا هاجي معاك لو انت عايز. ده بيعمل ايه هنا؟ offer، تبقى كلمة ها؟ I will. تمام؟ طيب في كمان خمسة اللي هي كلمة promise، اوعدك لو ذاكرت كويس جبت درجات عالية هجيب لكم هدية. فقلت بقى كده ها؟ if you get high marks I will، ادي الايه الوعد اهو، I will buy you a present. If you get high marks I will get you a present. جيت مثلا بقول لك انت مثلا راجل ممتاز، بقول لك ايه؟ If you get high marks I will buy you a توك توك، هجيب لك توك توك. تبقى اوله مين؟ والمصدر، صح كده؟ بعد نهاية المحاضرة هناخد رأي الطلبة اللي حضروا المحاضرة النهاردة، وهنشوف رأيهم ايه النهاردة في أستاذ محمد وفي مركز الجزيرة التعليمي واستفادوا ازاي. نتعرف بيكم الأول. محمد رفعت. هشام مصطفى. محمد انت وهشام شعبة ايه؟ انا أدبي. أدبي.
مادة اللغة الإنجليزية يمكن لازم بتحتاج لمدرس يحببك في المادة الأول زي بقية المواد، بس يمكن المادة دي بالذات يا إما حبيت المدرس بتاعها يا إما ما حبيتهوش وما حبيتش المادة. أستاذ محمد أو الأستاذ اللي بيدرس لك مادة اللغة الإنجليزية أنت بتقيمه إزاي وبتقول هو بيدي لك إيه أو المعلومات اللي ممكن يضيفها لك من خلال المادة بتاعته؟ هو حضرتك يعني المدرس بقيمه عن طريق شرحه وعن طريق الحاجات اللي بيطلعها لي يعني التكات اللي في الشرح ماشي، سواء أسئلة مش عارف أحلها، أسئلة موجودة حلها صعب أو لافف ماشي، وفي حاجات بتبقى موجودة بحتاج المدرس طبعا أنه يطلعها لي. في حاجات معينة في الإنجليزي بتكون بتبقى عقبة بالنسبة أنا بعرف المدرس إذا كان حلو ولا وحش من طريقة شرحه من طريقة شرحه من طريقة نطقه للكلمات، بيبقى في حاجات في الشرح مفروض هو يقولها بطريقة كلامه بأسلوبه في الشرح من طريقته، ده اللي بعرف بيه المدرس طريقته حلوه ولا وحشه. استاذ محمد او الاستاذ المقيمين هنا في من خلال المحاضرات بيدوكم ملازم معينه بتسهل عليكم الموضوع شويه؟ تمام ايوه بيدينا ملازم كويسه، بيكون فيها اختصار لجزء كبير من الكتاب ماشي، سواء من الدرس سواء او من يعني جزء كبير مثلا باب حاجه زي كده، فالحمد لله هم يعني ما شاء الله ظابطين لنا الدنيا كويس الحمد لله. المحاضرة لقيت الأستاذ محمد بيقول لكم يا جماعة في واجب هنزله على الفيسبوك أو على صفحتي في الفيسبوك. الواجب اللي هيديه لكم دوت ده هنا تواصل، يعني من خلال مش واجب بس فقط لغير التواصل دوت بيخليكم انتوا تتفاعلوا أكتر مع المدرس، بتبتدوا تسألوه من خلال صفحته على الفيسبوك أو من خلال موقع تواصل آخر. أيوه نبتدي نتفاعل مع المدرس على خلال الصفحة بتاعته على خلال الواتس، نبتدي نتفاعل ونسأل أسئلة، وفي أسئلة بتبقى بترجع على دماغنا وإحنا قاعدين معاه نسألها له، بتبقى مثلا بره المنهج بتبقى داخل المنهج نبتدي نسأله أسئلة في الإنجليزي تعمق الإنجليزي، بيساعدنا على فهم الإنجليزي أكتر بعيد عن المحاضرة أو كده. مشاهدة الطلبة ليك من خلال شاشة التلفزيون ومن خلال قناة مصر التعليمية، ده كان سبب جاذب في إنهم يحضروا محاضراتك، سبب جاذب إنهم هيشوفوك على الحقيقة وهيتعاملوا معاك وهيتفاعلوا معاك من خلال المحاضرة؟ تمام. مش بس محمد مختار، لا بالتأكيد كل قنوات أو كل معلمي أو معلمات الموجودين في قنوات النيل التعليمية هم معروفين على مستوى القطر المصري، يعني مش بس كده، احنا اشتغلنا طبعا مع الشباب الرياضة، يعني كلنا كمعلمين اشتغلنا في القوافل التعليمية، جبنا المحافظات طبعا من مطروح لغاية حلب وشلاتين، احنا فعلا الطلبة جات لنا من حلب وشلاتين، جات لنا في الغردقة واشتغلنا معاهم، فقصد اقول احنا يعني لحد ما معروفين في كل الجمهوريه، مش بس كده كمان احنا الطلبه بتوعنا اولادنا في الخارج في السفارات بره في الكويت مثلا في السعوديه بالتاكيد عارفيننا عشان كانوا برضو بيتابعونا ايام ما كانت القناه مباشر. طبعا دلوقتي التسجيل خلى الناس برضو عندها خلفيه، في ناس كتير جدا في الاقاليم واحنا لمسنا ده بنفسنا ان كتير جدا بيتابعوا القنوات دي اصلا عشان يمكن محتاجين معلمين زي كده، وفي نقص برضو في مواد معينه ومحتاجين برضو طريقه الشرح دي كلها. طبعا كل ده كان عامل جاز بان يجيب الطلبه هنا اصلا في مركز الشباب او مركز الجزيره للتعليمي. طبعا في طلبه كتير بتيجي برضو على السمعه بتاعت المدرسين، وبخاصه طبعا عندنا ناس افزاز، طبعا مش عايز انسى حد لكن فعلا كل الناس موجودين، ناس وضع الامتحانات، ناس موجودين في يعني قريبين جدا من مستشاري المواد المختلفه، لهم خبره طويله جدا في تدريس للثانويه العامه بالاخص. يعني اكيد وزاره التربيه والتعليم بتقوم بدورها في مكافحه الدروس الخصوصيه وكمان وزاره الشباب والرياضه، لكن الدور الحقيقي هيكون دورنا احنا كل واحد فينا وكل اسره تغير من ثقافتها، مش ضروري يكون المجموع بسبب الدروس الخصوصيه لكن ضروري يكون المجموع بالاجتهاد، ولكل مجتهد اكيد نصيب، يعني لازم نغير من ثقافتنا ونغير من افكارنا عشان خاطر نعدي المرحله دي وما يكونش في دروس خصوصيه تماما في الفتره القادمه. بشكركم مشاهدينا في كل مكان على حسن المتابعه والى لقاء اخر ان شاء الله.